اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه تبي، كنعتذروا على انقطاع البث المباشر الاول، والان غنرجعوا معكم دائما الاحتجاجات اللي كيقوموا بها اصحاب الجرارات والتراكتورات من اجل انهم وصلوا صوتهم للجهات المسؤوله والجهات المختصه من اجل ايجاد حل، وخصوصا فيما يخص موضوع المحروقات، واللي كيقولوا انهم كينتظروا وانهم تم حرمانهم من الدعم. خويا عبد الله، قبل ما تكمل بغينا نعرفوا خويا اليوم يعني هذه الوقفه اللي فيها الناس ديال عين جمعه، الناس ديال عين كرما، عين عرمه، الناس ديال دخيسه، مولاي ادريس، زرهون، مجموعه ديال المناطق اللي كتمثل الاقليم ديال المنطقه، واللي هي غالبيه القاسم المشترك بيناتهم هو انه كاينه زراعه بوريه. اليوم جاو يعني من بعد الوقفه الاولى اللي قاموا بها يوم الاثنين، اليوم كانت وقفه قبل قليل امام العماله ديال الاقليم. فين وصلتوا؟ كاين شي جديد؟ نهار الاثنين درنا وقفه احتجاجيه، ما كاينش اللي تصنت للفلاح، واليوم طلعنا للعماله ما كاينش اللي استقبلنا. شفنا قبل قليل كان تدخل ديال السيد الرئيس الدائره اللي وصل معاكم. كاين السيد الباشا ديال اقليم عين الجمعه عين كرما، هو اللي عطانا الوقت، ولكن شي مسؤول فلاحي باش غادي يعطينا الوقت ما عطاوناش الوقت. يعني المختصين ما عطاوناش الوقت، لا من الغرفه لا من الغرفه ولا من العماله، حتى شي واحد ما تسوق للفلاحه. الفلاحه الا سيد الباشا والقائد ديال عين الجمعه هما اللي وقفوا معنا وعطاونا هذا، وبقاو كيهضروا معنا، ولكن ما باقي لي مسؤول على القطاع الفلاحي، ما كاينش شي واحد اللي جا لعندنا ولا هضر معنا. نعم، وشنو القرار اللي خديتوه انتم اليوم؟ القرار اللي خدينا، الفلاحه غادي يريدوا التراكتورات ديالهم هنا الا حتى يبان لنا شي قرار من المسؤولين. ما كاينش شي مسؤول ما عطانا شي قرار كتابي وشي حاجه، ما غاديش نتحركوا منا ونخليو لهم التراكتورات غنمشيو بحالنا. ومطالبكم؟ المطالب ديالنا على المازوت، حنا كنهضروا على الاسعار، المازوت، الزيت، كل شيء تزاد في المواد الفلاحيه، الاعلاف، كل شيء تزاد. الفلاح العام الاول الجفاف، المواد كلها تزادت. الفلاح هذا العام هذا ما لقاش مسكين باش يوكل حتى وليداتو، راه حتى المازوت باش غادي يدير المازوت، ولا القطار دابا يتخم عليه بمليون، وحتى المسكين اللي غادي يجي يحرط بواحد اخر 10000 ريال، مين غادي يجيب هذا الفلاح؟ واش هذا الفلاح غادي يمشي ينتحر؟ واش غادي يمشي يحرق راسو؟ الفلاح راه العار يتكافى غير مع وليداتو. خصوصا اننا دزنا من سنه جافه. الجفاف العام الاول هلك عباد الله، الناس تعطات لهم الدعم، ولا الحاجه الوحيده اللي خصها يعطيوها الدعم بعدا في المغرب وهي الفلاح. راه الفلاح الا طاح الفلاح راه المغرب كامل غادي يطيح، راه الا تنقد الفلاح المغرب كامل غادي يتنقد، راه الفلاح الواحد راه هو العصا، هو الركيزه. إلا مشات هاد الركيزة الترزات ديال الفلاح، راه المغرب كله في أترس، راه ما كاينش المغرب، راه ما غاديش يزيد القدام. شحال من واحد مشارك تقريبا هنا اللي مشارك؟ هنا تقريبا دابا راه كاينه شي 80 تاكتور، ومازال جاية تقريبا شي 120 أخرى، راه عاد تدخل غدا إن شاء الله، واللي جا غادي يري التراكتور ديالو حتى يلقاو لنا الحل. ما لقاوناش الحل غنخليهم التراكتورات هنا وغادي يمشيو بحالنا، ما غادي نديرو حتى شي حاجة، غنخليهم عندهم التراكتورات وغادي يمشيو. هذا هو الحل. لا، هذا الحل الوحيد. ما غادي نديرو الممثلين ديالكم في الغرف والمنتخبين ديالكم في المنتخبين؟ المنتخبين كل واحد مشى كيقضي الشغل راسو، ما عنده كي غادي يدير. ما ناقش معاكم حتى كيفاش ما كان مع الرئيس ديال الغرفه عندنا هو اللي كيناقش معنا وصافي، ما غير هادشي. هذا ما كاين حتى شي واحد، الجماعه ما غادي تسوق لك، العماله ما مسوقه لك، حتى واحد ما مسوق لك، راه رجع في الله. راه الفلاح راه ما لقى ما غايدير، راه الفلاح واش كره؟ والفلاح كون كره واش كيشري دابا في الحقل ديالك؟ واش دابا واش حنا كرهنا؟ دابا راه كل واحد الاخر هنا كيحط 50 قطار 100 قطار غير الاخر، مره كاين اللي كيوصل 1000 1200 1400 قطار باش غيتحرك. واش غيتحرك يمشي يبيع الغطا ديال ولادو؟ الا غادي يمشي يبيع ولادو ولا شي حاجه راه ما نعرف، ما عنده ما غادي يدير، راه رجع في الله. ها؟ شكون غيشريهم من عنده؟ وشكون اللي غيشريهم من عنده؟ حنا جبنا لهم تكتورات نبيعهم ونمشيو بحالنا، اش غادي نديروا؟ واش حنا غادي نمشيو نبيعوا راسنا؟ راه رجع في الله.
رجاف الله لا كاين لا دعم لا والو لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. واش السيد كتلقى عنده 500 600 ديال النعاج عاطين خنشه وحده، واش كيضحكوا عليه ولا كيتفلاو عليه؟ واش خنشه وحده ديك خنشه ديال الشعير، داك الدعم ديال الشعير، ديال الدعم ديال الشعير واش 10 طن 10 مليون؟ واش دخلنا عليك بالله خنشه الفلاح والنعجه وحده، الثمن نعجه وحده ونعجه وحده تاكلها في سيمانه، والسيد حتى الدجاج ما ياكلوش، وحتى داك العرف اللي عطاو لهم اقسم بالله العظيم بالريحه ديالو ما تقعدش حداه. واش ديال 5 سنين واش ديال 10 سنين؟ كله غامل، كتعطيه غير عطيتيه غير بقيره وحده كضربها الكحبه، كتصدق انت توكل هذيك الخرجه كتصدق مخسر عليها اكثر من ديك الخرجه. الله ما كاينش يا خويا لا حول ولا قوة الا بالله، وغير الله يدير تاويل الخير اخويا. واخا جات واسمع اخويا نقول واحد القضية، والله واخا تجي الشتا بالليل وبنهار الا لقاو هاد الغلاوة تاكويا، أنا الفلاح واخا طيح عليه الشتا راه ما عنده باش يتحرك اصاحبي، أنا ما عندوش. دابا نعطيوك باش حتى الناس ديال المدينة والناس اللي كيتابعونا الآن يفهموا شنو هو. دابا العامات اللي كان يعني المازوت كان وليسانس كان عادي في الثمن عادي، بشحال كان كيخدم هذا الفلاح؟ بشحال كان كيحرق الفلاح؟ كان الفلاح كان تقريبا كياكل ديك 3000 3500 في القطار. 3500 ريال؟ اه كان كياكلها تقريبا في القطار بحال هكا الحرط. دابا راه ولات فيها 10000 ريال. راه الانسان راه ما راه الفلاح راه ما طلع لهنايا. علاش الفلاح مش شحال من العام هذه واش عمر دار هادشي؟ والفلاح راه كان مزوهر وكل شيء كان مزوهر. هاد العام هذا راه العام الاول بنادم كرا العصا وزادوا هاد العام هذا بالغلاوات، وكي غيدير الفلاح؟ الفلاح راه كان كيتقاتل، كيبيع كسيب طوي حرط، كيبيع اللي جاب قدام والله كيبيعو كيحرط. الفلاح ما عمرو تشكى، واخا مسكين كيجيبها في راسو صابر غادي مع الوقت، بعدا واكل شويه وموكل شويه. هاد العام راه ما عنده لا ياكل لا ما يوكل، ما عندوش العام الاول. هذا الاختيار اللي خديته الان يعني راه هاد الاختيار اللي خديت هذا هو الحل الوحيد اللي لقينا احنا، انا ما لقينا كي غادي نديرو، هو كي غادي يدير هادشي اللي ما اللي وصلنا ليه الله. شكرا باش المسؤولين يتواصلوا، حتى واحد ما بغى يتواصل معنا، ما احنا ما فهمنا والو، وهادشي غادي نقول لك اخويا منير. نعم شكرا لك اخي، شكرا عبد الله على التوضيحات، وهذا يعني الكلمه ديال الاخ عبد الله يعني كما كنقولوا نايبه على هاد الاخوان كاملين، وهذا لسان حال جميع الفلاحه اللي كنشاهدوا الان واللي كان اللي حاضرين الان. مازال هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، رئيس الدائره او السيد الباشا مرفوقا بعدد من المسؤولين، لا من الدرك الملكي ولا الامن الوطني، وعدد من المسؤولين هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كيبحثوا على في اطار حوار مع مع الفلاحه ومع اصحاب هاد التراكتورات من اجل ايجاد حل. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما وعلى المباشر كما كتشاهدوا معي. نعم مازال هنا رجال السلطه وكذلك رئيس الدائره وعدد من المسؤولين مشاهدينا وكبار مسؤولي العاصمه الاسماعيليه الان هنا بعين المكان مسؤولي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي من اجل ايجاد حل وفك هذه الوقفه او هذا الاحتجاج اللي كنشوفوا الان باليات فلاحيه ومعدات فلاحيه اللي هنا بالشارع اللي واقفه لحد الان، ما زالت واقفه بالشارع العام من اجل ايجاد حل مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وهذا اللي خلق استنفار على مستوى العناصر الامنيه وخصوصا شرطه المرور والسير والجولان وكذلك وعدد من الاجهزه اللي حاضره هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في انتظار ايجاد حل هذا ما يطمع له كل الحضور والناس اللي حاضرين هنا والفلاحه، فلسان حالهم فقط يقول هنا محتاجين باش نمشيو نخدموا لانه ما عندناش باش نتحركوا هذه السنه ولا باش نواجهوا هذا الغلاء اللي كاين على مستوى يعني على مستوى المحروقات وكذلك المعدات والاليات الفلاحيه اللي كيخدموا بها هاد الناس. ففي انتظار ايجاد حل مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي ما زلنا معكم من هنا في نقل هاد الاحداث هنا بالعاصمه الاسماعيليه وبالضبط من بالقرب من هنا بكورنيط مشاهدينا، وكما قلنا وهذا اللي خلق استنفار امني كبير هنا بالعاصمه الاسماعيليه لعدد من المسؤولين لا على المستوى الامني ولا على مستوى السلطات الترابيه اللي حاضره هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما وعلى المباشر.
مازال السيد باشا عين كرم او عين عرمة عين كرمة مازال هنا المسؤول الترابي للمنطقة اللي جاوا منها هاد الناس، مازال في حوار مع مجموعة من الفلاحين من اجل اقناعهم عن العدول، عن فكرة ابقاء هاد الاليات ديالهم هنا من اجل ايجاد حل يوم الاثنين. هذا ما سمعناه انه دار معهم موعد يوم الاثنين من اجل الجلوس وايجاد حل مع المسؤولين المباشرين، لا على القطاع الفلاحي ولا على يعني المسؤولين وكل المتدخلين في هذا المجال دائما وعلى المباشر. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، مازال الحديث هنا مع السيد رئيس الدائرة، واللي مشكور صراحة على أنه جا عند الناس وتواصل معهم وغلق معهم، يعني كيقلب معهم على حلول الممكنة مع هاد الفلاحة اللي حتى هما كيقولوا الله يحسن العوان ما كرهناش ما باغينش حنا هاد الشيء كامل، علاش غنجيو نوقفوا؟ حنا بلاصتنا الحقيقية أننا كنا خدامين كنحرجوا وخدامين على وليداتنا، ولكن كيقول لك حتى هما على حسب يعني تصريحاتهم اللي سمعناه ما كرهناش، حتى حنا تقهرنا بهذا الغلاء اللي حنا عايشينه الان. فكنتمناو انه الرساله توصل للجهات المسؤوله وايجاد حل في القريب العاجل. كما سمعنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وكما ورد وجنا يعني حسب بعض المصادر، فالتحركات ديال السيد عامل الاقليم كانت يعني على منذ الوقفه الاولى كانت تحركات للسيد عامل الاقليم واللي قام باتصالات موسعه من اجل ايجاد حل وواقف كما سمعنا من عدد من المصادر انه واقف على الموضوع يعني من اجل ايجاد حل في القريب العاجل، لانه يعني السيد العامل يعي ويعرف يعني الاكراهات اللي كتعيشها هاد الناس هادو، والان يعمل على ايجاد حلول مع باقي المتدخلين في هذا الباب. مشكورا طبعا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، الان كنتمناو ايجاد حل في القريب العاجل. الان كنشوفوا تحرك احد الاليات، نعم شفنا تحرك الان ديال احد الاليات من اجل فك هذا الوقفه وهذا المعتصم، في انتظار نشوفوا اشنو غادي يوقع مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. شنو درت اخويا؟ درنا نهار اثنين غادي يهبطوا لعندنا لتما ويهضروا معنا. هادشي اللي قال لكم رئيس الدائره صافي، هادشي اللي كاين. اذا نهار اثنين ان شاء الله، نهار اثنين ان شاء الله بعين كرمه. دابا غتشوف حالكم، غنمشيو بحالنا، غتشوف حالكم، غنمشيو بحالنا. سير اللهم يسر، اللهم يسر اسيدي. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، كما سمعنا الان انه السيد رئيس الدائره دار معهم يوم الاثنين ان شاء الله غادي يكون اجتماع موسع من اجل ايجاد حل لهذا المشكل اللي هو الدعم ديال المحروقات. الان كما كتابوا معي هو على المباشر، كنتمناو ايجاد حل مشاهدينا في القريب العاجل، وكما قلنا استنفار ديال عدد كبير ديال المسؤولين هنا بالعاصمه الاسماعيليه من اجل ايجاد حل لهذا اصحاب الجرارات. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، كنتم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه، واللي كنقول لكم احداث هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كيقوموا بها اصحاب الجرارات والفلاحي الاقليم من اجل ايجاد حل لموضوع دعم المحروقات وكذلك عدد من المواد الفلاحيه اللي عرفت ارتفاع في الاسعار ديالها. الان مازال الحوار ومازال النقاش ما بين يعني حوار ما اللي فتحوا السيد رئيس دائره هنا رئيس دائره عين كرمه عين نورما للتواصل مع الفلاحين من اجل ايجاد حل وفك هذا الاحتجاج. مشاهدينا اشكركم على حسن المتابعه والاصغاء، كنتم معنا من مكناس، الى اللقاء، كان معكم مراسل القناه.